حمولتي. عندنا بسيطلات بغيك بالدنجال والدجاج. عندنا 500 غرام كفتة. انا عطيك الطريقة والمقادير في نفس الوقت. ايه 500 غرام ديال الكفتة نشحروا مع شوية الزبدة. كنضيفوا لها شوية الملح، شوية الابزار، شوية ديال السكينجبير، شوية ديال الثومة، المعدنوس والزعتر، حتى كتشحر ديك الكفتة. ايه كنجيبوا كيلو ديال الدنجال كنغسلوه وكنحيدوا ليه ديك القشره وكنقطعوه مربعات. كنشحروا مع شويه ديال، الا درنا الزبده نديروا الزبده، شحرنا بالزبده نشحروا كلشي بالزبده، شحرنا بالزيت نشحروا. واخا كنشحروا داك كيلو ديال الدنجال كامل اللي قطعناه قلت لك ديجا قبل بمربعات، كنشحروا مع شويه ديال الزيت والزبده وكنضيفوا له شويه ديال الملح وشويه ديال البزار شويه ديال الهريسه وشويه ديال الثومه والمعدنوس. ايه يعني هذه طريقه جديده، والزمان اللي جربت هذا الدنجال مع الكفته كيجي جد رائع. ايه واخا زعما هو اختلاف حتى هو على هاد الحشوات اللي كنديروا من قبل. ايه من اللي كنشحروا داك الدنجال بحال الا كان هو ماشي كنقليوه غير كنشحروه، كتبقى السيده في مقله ما كتلصقش وكتشحر داك الدنجال تشحر فيه ما كيتقلاش باش ما يهزش لينا الزيت بزاف، باش كتحس ديك الحشوه ما تكونش ميدمه. ايه ملي كنسالو داك الدنجال وكنضيفو ليه هاد التوابل اللي قلت لك، الملح والابزار والهريسه اختياريه والثومه والمعدنوس، كنضيفو ديك الكفته اللي شحرنا حتى هي مع الزبده والابزار والملح والكنجبير والثومه والمعدنوس وشويه الزعتر، وكنخلطو كلشي، كنخليو الحشوه تبرد. ايه كنجي وعندنا تقريبا 500 غرام ديال الورقه ديال البصيله. كنقطعوها تقريبا على شكل شرائط. الحشوه المهم السيدات راه كيعرفوا كلهم اللي بغيك. المهم علاش بالنسبه للمبتدئات راه كتكون على شكل مستطيل. ايه وكنعقبوا نقطعوا واحد المستطيل اخر من الفوق وكنلصقوا بالبيض ونجمعوا من الوسط كتجي على شكل وريضه بحال بابيون. راه تنظن الفكره وصلت كاختيار. مفهومه. ايه معروفه هذه الطريقه. ايه صافي كندهنهم شويه الزبده من الفوق، كندخلوهم الدريوات ولا بسيطلات ديما من الافضل يدهنوا شويه الزبده باش كيعطيهم داك اللون دوغي وكيكون ديك القرمشه. ايه كيدخلوا للفران، انا كنفضل سميتو الفران على القليان. من الافضل حتى من ناحيه الصحيه كيكون افضل. كيدخلوا اختي للفران، كنفرشوا الطاو واحد الشيء في غازي، كيدخلوا يطيبوا يتحمروا، كنخرجهم كنفرشوا واحد الفراش ديال الخس وكنذوقوا بلي طوماط سوغيز بالزيتون بالبيض ديال داك ديال السمان، المهم التزيين تيبقى اختياري. ايه هو تبارك الله على كيف ما قلتي بالنسبه لهذا الاقتراح، يعني هذه الحشوه مختلفه بما انه فيها الدنجال رائعه بزاف وممكن هذه الحشوه نديروا بها يجربوها السيدات. ايه اكيد ان شاء الله يجربوها باذن الله، وممكن يديروا بها يعني لنا من السيجار يعني بسيتلات. أيه كيبقى على حسب الاختيار ديالهم لان الدنجال ما كنستعملوش بزاف بالحشوات. ايه ايه وبعد ما كيكون عندنا في الدار بكميه كثيره يعني اللهم نوظفوا في هذه الاقتراحات بهذا الشكل. ايه ايه وكيجيب واحد الكميه معقوله يعني بالنسبه لرمضان راه كيجي زوين زعما بزاف ان شاء الله.